نبقى بكوناكري حيث شارك وزير البترول والطاقة بشير المادي في أعمال الاجتماع الوزاري حول التغيرات المناخية بمشاركة رؤساء الحكومات للعديد من دول الإفريقية. تقرير عبد الصادق علي أحمد للمرة الثانية. دامت أعمال جلسة لجنة رؤساء الدول الإفريقية من أجل مكافحة التغير المناخي 3 أيام، تم في خلالها التطرق إلى مختلف الخبرات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي وتمكين القارة الإفريقية بأن تكون سباقة في مجال الطاقات المتجددة ودفع عجلة التنمية، التي تلعب الطاقات المتجددة دورا مهما في تحقيقها. رئيس الوزراء الجابوني إيمانويل إسوزي ممثلا للرئيس الجابوني ألي بونغو أوندينبا في خلال كلمته شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجهود التي بذلها من أجل المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة منذ انطلاقها في ديسمبر عام 2015، مضيفا بأن المبادرة تندرج ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي للعام 2063، وأن المبادرة تهدف إلى تنسيق الجهود الإفريقية الرامية إلى حماية البيئة، سيما أن القارة الإفريقية تضم ثاني أكبر ثروة غابية في العالم. لذلك فإن المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة ترمي إلى البحث عن تمويل من قبل الشركاء للمشاريع الرامية إلى تعميم الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية. وعند إنشاء المبادرة في خلال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في عام 2016، وافقت 54 دولة إفريقية على المبادرة، مما يؤكد على أهمية الطاقات المتجددة للأفارقة، وذلك لما لها من أهمية في الحد من التغير المناخي ودفع عجلة التنمية بالقارة.